الاسبوع الجاي ان شاء الله انا اللي هختار ناس معينة. تمام؟ ماشي؟ عشان احنا على اخر الترم نكون احنا خلاص بالنسبة للعملي ده حاجة تافهة. قدرنا نراجع، قدرنا ما قدرناش، يبقى احنا كده راجعناها كل سيكشن. فالناس تذاكر اول باول. تمام؟ مين اللي هيجاوب على الدفعة دي؟ الصورة دي هي بدأت الأول. سافيروكوكا جولدن يلو؟ سافيروكوكا ايه؟ اوري. على ايه؟ نيوترن اجار. يبقى ده نيوترن اجار شوي جولدن يلو اندو بيجمنت باي ساف اويل. شفت ده اسمه؟ لا. كاتاليز ساف. بوزيتيف مع مين ونيجاتيف مع مين؟ تعرفي؟ لا هو بوزيتيف مع كل. خلي بالك ما بين كورديلز وكاتاليز نقرر. تمام؟ ده اسمه كاتاليست وده بوزيتيف في كل انسان بتاع الانسان سواء اذا كان كومنتال او باثوجينيك. فعشان نحفظ احنا الاسماء بتاعت الكومنتال بقول كومنتال في الساس والساب اوريوس اللي هي الباثوجينيك واريح نفسي. خلاص؟ بدا كاتاليست بوزيتيف ان اول فاميلي اوف ستابليكو بطال سواء اذا كانت باثوجينيك او كومنتال. طيب مين اللي هيقول ده؟ ها؟ ها؟ حد يعرف؟ لا ايه في ايه؟ ها؟ هتقول؟ ده ايه قول؟ اي ده بلاد اجار او سوري كومبليت هيموليسيس. طب ايه اللي احنا خدناه الاسبوع اللي فات كامل؟ ما هو ده بيتا هيموليسيس ده كومبليت هيموليسيس. مين بيعمل ده؟ احنا ايوه شايفين الكوكب ايه؟ قول. يبقى ده بلاد اجار سوري كومبليت هيموليسيس. ده الكومنت بيبقى كده. Complete hemolysis او beta hemolysis reducing by fat urea. ده اللي خدناه الاسبوع اللي فات. الاسبوع ده هناخد واحده ثانيه. فممكن اللي هو يجي السؤال ان ده blood agarsion complete hemolysis. enumerate ايه هم الاورجانيزم اللي بيبروديوسنج ذيس افكت. اللي خدناه الاسبوع اللي فات كانت الاوريا والاسبوع ده هنشوف هناخد حاجه ثانيه. طيب. ده اسمه ايه؟ اسمه الميز اللي موجودين معانا كده بكتيريا اكسايد يوز فور ها؟ تريد يعني بتعقب سورس اوف انفكشن فين؟ في اي حته؟ لا في الهوسبيتال اكوارد انفكشن هوسبيتال اكوارد. يبقى انا يوز فور تريتنج يعني بتعقب سورس اوف انفكشن مصدر العدوى فين؟ في الهوسبيتال اكوايرد انفكشن. يعني دي بالعربي ودي بالانجليزي. هوسبيتال اكوايرد انفكشن اللي هي العدوى اللي بتكتسب during the stay in the hospital او احنا بنقول عليها epidemiological study of hospital acquired infection. هي مش هتفرق مش بقى فرق ايه؟ عشان في واحده طيب نبقى نشوفها بعدين. طب الطبق ده كان ايه؟ طبعا ده كان بتاع ايه؟ لما خلاص بقى طيب انت قلت انت بقيت سنسيتيفيتي اليوز فور ايه الانتي بايوتيك ده وما كنتش عايز انا الاجابه اللي مع بعض دي. اللي يعرف يقول صح هنقول غلط هنصحح ما فيش مشكله. ها؟ عايزه حد تاني يعني انا هيبقى معايا اربعه بس اللي شغالين؟ لا ما هينفع كده ما هوش نافع كده السيستم ده غير ده قال انتي بايوتيك سنسيتيفيتي ايه بقى بنستخدمه في ايه؟ بنغسل بيه سنانا ده اسمه الشيخ ده يذكر ايه؟ بس يا بنتي اسكت. ايه؟ سيلكتيف او تشوز ذا بروبر انتي بايوتيك. يبقى انا بستخدمه علشان بعمل سيلكشن او بعمل تشوز ذا بروبر انتي بايوتيك. خلاص؟ طيب. لو جيت انا هنا قلت ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ الاجار ده اسمه ايه؟ حد تاني هتقول حاجة؟ نيوترون طازات برافو. شارنج ايه؟ اللي عليه ده اسمه ايه؟ اندو بيجمنت بروديوسنج باي ستيلو فكار كلهم. لو انا جيت بقى قلت ايدنتيفاي بقى واحد اثنين ثلاثة اثنين دي مين؟ هتفتكر كانت مين؟ اللي هي الايبيدرميد اللي موجودة على السكيل. يا
الجولدن الاوريا اللي هي رقم واحد، والصفرة دي اللي هي السبروفيتر. تمام؟ ما جاش قال لي بقى ايدنتيفاي، يبقى انا هقول ان دوت انتو بيجمنت بروديوسنج باي ستاكلوكوكات كلهم على بعض. خلاص؟ طيب. How can I differentiate بين البوكوزينيك والكومنتال ستاكلوكوكات؟ ايه التستات اللي انا بعملها عشان افرق بينهم؟ حد فاكر؟ التيبل اللي احنا قلناه ده، وكل واحد يقول كلمة واحدة بطلوا ده. ايه how to differentiate between البوكوزينيك والكومنتال؟ ايه؟ اوه ما اللايف فرمنتيشن؟ مين اللي هيعمل فرمنتيشن؟ ها؟ عامل صوتك ايه؟ اللي هي الاوريا الباثوجين والكومنتال هيبقى ايه؟ نجح ده واحد غير حد يقول مين؟ نسمع بعض عشان اللي ما ذاكرش مع نسمع يعني ممكن نسمع من زمايلنا حاجه نستفاد بيها. يبقى الفايبريت تيست هيبقى مع الباثوجينيك هيبقى بوزيتيف، مع الكومنتال هيبقى نيجاتيف. يبقى انا كده قلت مالناي وقلت كارديولوجي. ايه تاني؟ ازاي فرق؟ ها؟ جيلاتينيك وفاكس مع مين هيبقى بوزيتيف؟ مع الباثوجينيك هيبقى بوزيتيف للاوريا، وهيبقى ايه؟ نيجاتيف مع الكومنتال. ايه كمان؟ كاتاليز هيبقى ايه؟ لا الكتاليز بوظت كلهم بوظت غير الكتاليز. ها قالت الكارديوليز غيرهم. مين اللي قالت لنا بلاد اجار ورا؟ حد قال بلاد اجار ورا؟ ستين بلاد اجار مين؟ كومبليت مع مين؟ مع الاوريس اللي هي الباثوجينيك، ونورماليسز مع الكومنتال. وفي تيست كمان بعمله اللي هو الايه؟ الاند بيجمنت اللي بتطلع، كل واحده ليها كلينيكال. ده اخر مره الناس هتقعد زيها زي الايه؟ كراميه. عشان انا مش هستنى حد يكون عارف، انا هوقف وهاخد الاسم. خلاص؟ تمام؟ اتفقنا؟ من الاسبوع الجاي ان شاء الله، المباراه دي اكسكيوز، بس مفيش اكسكيوز بعد كده خالص. خلاص؟ ها؟ دي للدين، وكل واحد يتحمل نتيجة ايه؟ اختيارات. تمام؟ فين الأسئلة؟ أما نحن قلنا بنعمل إيه؟ لا، إحنا أحسن أختصاص فيك ممكن موجود بقى إيه؟ ها؟ أي احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات قلنا ايه؟ ان احنا هناخد اكورد المورفولوجي، هنبدا باللي هم الجرام بوزيتيف. جرام بوزيتيف ايه؟ فين بتوع يوم الخميس؟ جرام بوزيتيف ايه اللي خدناه الاسبوع اللي فات؟ جرام بوزيتيف ايه؟ هنكمل بقى الجرام بوزيتيف في القايم السكند فاميلي عندي النهارده، اللي هي الاستريكت اللي انتوا اخدتوها فين في المحاضرات بتاعتكم. تمام؟ طيب ده جزء من النظر على فكره اللي في المحاضره، كنوع من انواع الريفرشمنت كده. الستريكت بروفايل دي فاميلي كبيره جدا، واحنا قلنا ان احنا في كل فاميلي هنتكلم على حاجه باثوجينيك وحاجه كومنتال. ده هيبقى الترند احنا ماسكين بيه على طول. طيب لو جيت قسمت الستريبتوكوكال عندكم كذا تقسيمه في النظر، يا اما اقسمها من ناحيه الاوكسجين ريكويرمنت، او اقسمها من ناحيه حاجه اسمها كبسول، حاجه اسمها لانس فيلد كلاسيفيكيشن، ده موجود عندكم في النظر ماليش دعوه بيه، او اللي انا بقسمها اكوردنج تو هيموليسيس. يبقى انا كده طالما هقسمها اكوردنج تو هيموليسيس انا هشوف اكتر من تايب اوف هيموليسيس. تمام؟ اول حاجه بالنسبه للاكسجين ريكويرمنت ممكن انا اقسمها الى ايروبيك فاكالتيتيف انيروبيك. ايروبيك يعني هي مش هتعيش غير في الايروبيك كونديشن. فاكالتيتيف انيروبيك يعني ايه؟ فاكالتيتيف انيروبيك كده كده
ولكن لما يكون في اكسجين الهانسمنت الجروث تخليه اسرع واحسن وافضل، ولكن لها الاكسجين في اكسجين ما هتفرق معاها، هتقدر اكوموديت. واوبلوجاتوري انيروبيك، يبقى انا الثلاثه الاكسجين ريكويرمنت موجودين في الاستريس، يا اما ايروبيك او فاكلتيف انيروبيك او اوبلوجاتوري انيروبيك. طيب الايروبيك ده اخد الايروبيك، احنا ده يكون ايه بنقسمها لحاجه وبعدين اخد الحاجه دي اقسمها تاني. الايروبيك ده هقسمها، طب تقسيم إيه عندي انا، انا ليه بقسمها ايروبيك؟ عشان انا اعرف لما اجي اخد سواب خدتها منين، فانا هزرعها ايروبيك ولا انيروبيك ولا ايه بالظبط، يعني عشان ايه ما تبقاش هي ايروبيك ازرعها انيروبيك والعكس وتطلع عندي العينه مش مظبوطه مدياني حاجه اسمها فولس نيجاتيف. الايروبيك بتتاكد اكوردنج تو الهيمولايز تايب اوف هيمولايز، يعني انا مجموعه الايروبيك دول هقسمهم اكوردنج للهيمولايز، حاجات هتعملي بيتا وحاجات هتعملي بارشال وحاجات هتعملي نون مورفي، وهم دول اللي احنا هنتكلم عليهم في المعمل هنا. السبريت مهمه جدا طبعا، في حاجات عندكم اللي هم الاورال كومنتنس الموجودين في الماوس دول انا يعني مش قادره اقول لكم ده كلكم الدلتا كيرت والفلاك كومبينيشن ده انا كنت هتعرفوا الحاجات دي، مين اللي عرفها ان شاء الله. فلازم احنا نكون عارفين ايه هم الحاجات اللي هم موجودين في الاورال كافيتي من السبريت، ومين هم اللي ليهم علاقه بالدلتا كيرت الاف، وهم بيعملوا التكون ده ازاي او الفلاك كومبينيشن ده ازاي. ده يعني ده سؤال ده يعني زي ما يكون ايه حاجه ثابته فيكس خلاص كومبليت بارشال ونوفل مولكيول. يبقى انا هشوف في الايروبيك كومبليت بارشال نوفل مولكيول. كومبليت احنا عارفين شكل بارشال، عندي تو تايب من الايروبيك ستريك بيعمل لي بارشال مولكيول، حاجه فيربل اسمها ستريكت فيربل، ودي كومنتال للزور عندنا. لو خدنا صور من اي حد مش شرط يكون عنده صور صوت ولا حاجه، هاخد اي بتاع ازرع الاقي فيها ستريكت فيربل، هي كانت دي كومنتال. وفي حاجه تاني برضه ريمونتز اسمها سكريبت نمونيا، نمونيا دي اللي بتعمل نمونيا، والنمونيا ده الالتهاب الرئوي، يعني حاجه فيتال او حاجه كومنتال، بس هم ذا سيم افكت على البلاد. عشان كده لما يجي لي حاجه بارشال ريمونتز المرض ديفرنشيت، هي دي الفيريدل الكومنتال ولا دي النيمو؟ طبعا اكوردنج تو ذا سامبل واكوردنج تو ذا هيستوري هقدر ان انا اتعرف والايدنتيفيكيشن. وبعد كده النون مونيتور اللي اسمها سكريبت في كالج، ودي كومنتال في الانفكشن في كالج جنب الفيسز، الفيسز اللي هي الستول، فهي موجوده كومنتال في الانفكشن عندنا. تمام، يبقى انا عندي كومبليت بارشال ونون مونيتور. الكومبليت عندي تو تايب، حاجه اسمها سكريبت كوكل، هي كذا نوع، اللي يهمني هنا البايوجين بس، ايوه بالظبط كده. والبارشال عندي اللي هي الفيروس دي كومنتال، وعندي باثوجينيك لاب سكريبت نمونيا، والنان هيموليتيك دي كومنتال موجوده في الانتست لاب سكريبت ايه في كارت، او بنقول عليها الفيرو كوكس في كارت. طب البيتا هيموليتيك لاب سكريبت فيربال وايه؟ مش هناخد احنا الحاجات دي علشان خاطر ايه؟ دي اكتر من اعلى من الليفل بتاعها. طيب هنتكلم على اللي هي بتعمل لي بارشال، اللي هي بتعمل لي كومبليت هيموليتيك اللي هي سكريبت كوكس بايت. ايه بقى الكاركتر بتاعها وازاي تعمل ديزيز وازاي ان انا اعمل ايه دايجنوزس لكل نوع. اول حاجه ممكن الستريبت كوكر بايزن دي تعملي لوكال انفكشن، يعني المكان اللي هي موجوده فيه تروحي تعملي انفكشن، المكان اللي قاعده فيه تعملي انفكشن. الانفكشن ده عباره عن ايه؟ تعملي باس فورميشن، ودي مسؤوله عن التونسلايتس اللي هي سابيوريت التونسلايتس اللي هي التونس اللي بتقعد تجيب فضيض والكلام ده. فممكن المكان اللي هي موجوده تروح جايه عامله لي حاجه اسمها ايه؟ لوكال انفكشن، المكان اللي هي فيه. والله جت تيشو هتعمل فيه باس فورميشن، ان جت ترمب هتعمل فيه، المكان اللي هي موجوده. فيبقى الديزيز بروديوسنج باي كذا ميكانيزم، اما يكون لوكال، طبعا انتوا لازم تعرفوا هي بتطلع توكسنز ايه والانزايز والكلام ده، احنا قلنا الفيرولنس ده نظري، لازم ان انا اكون عارف هي عملت انفكشن ده ازاي. او ان هي تعمل لي حاجه اسمها انفيزيف انفكشن، يعني ان هي تروح جايه رايحه من مكانها، هي نفسها سيركيوليتنج ان بلاد وتعمل لي انفيزن من الحته اللي تعجبها. يعني اما هي تعمل انفكشن مكان ما هي موجوده، او ان هي ديسيمينيتد من المكان بتاعها سيركيوليتنج ان بلاد وتعمل لي انفكشن في اي مكان. من ضمن الانفكشن بتاعتها حاجه اسمها السيبلس، ده مرض اسمه الحمره،
والبربرال سيبتس اللي هم النساء اللي هتدخل بقى من البلد والسيركيليتنج في البلد والناس ايه وفي ناس بتموت من الامراض دي. او حاجه اسمها اكيوت اندوكاردايتس يعني على طول على تطلع على الهارت لو في اندرلاين ديزيز بتعمل ايه اندوكاردايتس مباشره اكيو حاجه حاده. دكتور ممكن هي ممكن ديسكريمينيتد تدخل في مكان ثاني يعني الناس اللي هي مثلا البربرال سيبتس والحاجات دي بيبقى في ديليفري تمام ممكن تدخل من اي مكان اوبن بلاد فيسلز سيركيوليتنج بلاد بكتيريا وتبتدي تعمل اكيوت اندوكاردايتس. الفيروس دي حاجه ثانيه هنتكلم عليها عشان انا عندي في حاجتين حاجه اسمها صاب اكيوت واكيوت اندوكاردايتس. اللي بيعمل الاكيوت الستريبت بايزر تمام او ان هي تطلع لي توكسن يعني الفيروس نفسها لا هي هتاب على التوكسن والتوكسن دي على حسب ما التوكسن بتحب اتاثر على ايه. طبعا اللي بتطلع لي مليون تايب اوف توكسن هي بتطلع حاجه اسمها اريثروجينيك توكسن. اريثروجينيك بتروح للاريثروفايت اللي موجوده فين في السكين فعشان كده الاستك بتاع التوكسن بيبقى في الجلد. زي مين مثلا؟ زي حاجه اسمها سكارلت فيفر هم القرمزيه بتيجي دايما اطفال من 10 12 سنه بيبتدي الاول يكون عنده تونسلايتس او صبيه التونسلايتس بعدها باسبوع 10 ايام يبتدي جسمه يدقع يعني بقع اللي هي كانت موجوده عملت انفكشن وكمان سكريتي توكسن راحت على السكن وعملت البقعه دي. فدايما بيبقى عندهم هيستري ان عندهم من اسبوعين كان عندهم تونسلايت سفيرت تونسلايت. او ان انا بعد ما الانفكشن راح خالص وبقيت كويسه ابتدي ان انا اشتكي من حاجات اسمها فورس سكريبت كوكال انفكشن. يعني انا لما اجي اخد مني هيستري يقول لك كان عندك دور فورس تونسلايت بس سفيرت انا كان عندي مش ده انا كان عندي سكين ليزن من شهر فبيبقى في هيستري اللي كان في انفكشن دي ستريبتوكوكس فايروس. احنا ليه بنقول الميكانيزم ده؟ عشان كل مرحله من دول ليها دايجنوستكس مختلف السامبل مختلف فانا لازم اكون عارف انا بدور على ايه. يبقى ازاي بتعمل الديزيز؟ يا اما بلوكال يا اما انفيجن هي اللي انفيج البلاد بيسل او البلاد سيركيوليتي سوري البكتيريا او اللي هي تبع توكسين او فورس ستريبتوكوكس. وهنقول يعني ايه بوست ستريبتوكوكر وده في النظر المهم لازم تعرفوه. اهم حاجه في البوست ستريبتوكوكر الروماتيك فيفر اللي هي الحمى الروماتيزميه والاكيوت جلوميرولونيفرايتس اللي هي التهاب الكلى. عارفين الجلوميرولونيفرايتس الكلى فيها جلوميرولاي اللي هي تبيولز الصغيره كده دي بيكتر فيها انفكشن فيبتدي الشخص يدخل ممكن يتعب او ممكن الموضوع يبقى ادفانسد يدخل في رينال فيلير تمام. فانا عندي دول بوست ستريبتوكوكال ديزيز. طيب في حاله لما يكون في عندي لوكال انفكشن اكيد في لوكال كونسلايت يعني بيقول لك الصمت ده جيوب فاضيه زي ما الدكاتره بيقولوا جيوب فاضيه على على اللور الصمت بتاعك هتبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ هل هسحب بالسرنجه ولا هيبقى ايه؟ سواد. يبقى انا في اللوكال ده بروح جاي رايح اعمل بقول له خد سواد من البتاع دي الصمت فانا بروح جاي ايه؟ لو احنا فاكرين الباثولوجيكال سامبل جود اليمينيشن لازم اضاءه كويسه عشان ما اخدش من الـ من الاورال ثيرابي او اخد من الميكروب او تبقى في عندي احنا عندنا تو سونسل واحده ما فيهاش السبيوريشن ده يعني الباص والثانيه فيها اخد انا من اللي ما فيهاش. لا جود اليمينيشن واسال الشخص ده خد ماوث ووش ولا لا عشان ما ينزليش يوقع الميكروب من والفضيض تمام. وابتدي اخد سواد واروح على المعمل هناك افرد وزني وهنشوف هنشوف ايه. طب لو انا عندي انفيزيف انتكشن يعني هي سيركيوليتنج ان بلاد يعني في بكتيريا يبقى السامبل ايه؟ بلاد سامبل عشان اعمل حاجه اسمها بلاد هتسكت بلاد كالشر. يبقى لما يكون في عندي بكتيريا باخد عينه بلاد عشان اعمل حاجه اسمها بلاد كالشر. طب لما يكون في عندي توكسن برودكشن توكسن اشخص التوكسن دي ازاي؟ حاجه اسمها انتي توكسن وهنقول ده لوكال سكين تيست بزع الحته الحمراء دي وانا فاكك ان دي توكسن سكريتد بالستريبت بايزنج فبدي حاجه اسمها انتي توكسن يعني انتي بودي اجينست التوكسن دي واخدها حقنها في الليزر. اذا بيضت يبقى هو التشخيص صح. بيضت ليه؟ عشان الانتي بودي اللي انا حطيته عمل نيوتراليزيشن للتوكسن اللي موجوده هنا. اذا ما اتاثرتش يبقى ده بتاع حاجه ثانيه ادور على دايجنوز ثاني. ده التوكسن. طب البوست ستريبتوكوكال انفكشن
هنقوله بقى خلاص. يبقى كل حاجة لها بقى اللوكال انفكشن زي ما احنا قلنا هناخد ايه سواش، او افرض ان في ووند انفكشن هاخد سواش او اخد عين بص على حسب كمية البص واعمل جرام ستيم سيل وابتدي اشوف تحت الميكروسكوب ايه بالظبط، وبعد كده هزرع البلاد عشان اشوف ايه. احنا بنزرع هنا على نيوتن، الزرع بتاعنا كله بلاد بس بلاد ازار خلاص. طيب وزي ما احنا قلنا في الاكيوت او الانفيزيف بعمل بلاد كالتشر، يعني ايه عينة بلاد؟ ما هو السكر عنده حاجة اسمها باكتيريا، يعني بكتيريا سيركيوليتنج ان بلاد. هاخد منين؟ هاخد يورين سامبل، هاخد فلوس سواد، دي بكتيريا في البلاد، يبقى انا هاخد عينة بلاد واعمل حاجة اسمها بلاد كالتشر. زي ما احنا قلنا لو توكسن ست، معرفش عندك نظرة ولا، اسمه شارتن ست، ده اللي احنا قلنا ده انت رادمال انجكشن. ده ممكن احنا ما نقولش اسم التست، ده انت رادمال انجكشن اجيب توكسيس بتاعت الريكوزينس اللي طلعت دي احقنها في اي بليك، ما هي بتبقى بقع كتير كده في جسم الطفل، راح انت الانتي توكسين على عشان تبقى نبقى عارفين وفاهمين. انتي توكسين معناها انتي بودي اجينست التوكسين، انتي بودي احنا خدناها كتير من الاول في النظر، انتي بودي بحضرها بطريقه معينه كده واحقنها انت ديرمال في الليجن ده، اذا ابيض ايه حصل ترانزيشن يبقى دي ايه توكسين بتاعتها. البوست تريبتوكوكسل ده اللي هو بيحصل بعد شهر من الانفكشن ببتدي ان انا اعمل ايه الاي اس او، فاكرينه الانتي تريبتولايسين او تيست، وده اسمه سبيسيفيك تيست. وفي تو تيست ثانيين نون سبيسيفيك، دول عندكم في النظر حاجه اسمها تي ار بي واي اس ار، واي حد بيجي له تعب في المفاصل بتبص تلاقوا الثلاثه دي مكتوبين اي اس او اي اس ار تي ار بي. طمبا ثلاثه، اي حد عنده تعب في مفاصله ومش عارفه ايه بيرفض يعمل رافعينه الثلاثه دول تمام. ده سبيسيفيك، يعني ايه سبيسيفيك؟ يعني القرايه مش هتزيد غير لما يكون انا اصلا فعلا عندي انفكشن بالستريبتوكوكس فايروس، عشان كده بقول سبيسيفيك. امال دول بيبقى عليهم سبيسيفيك ليه؟ لان دول بيعملوا في اي انفكشن، باكتيريال انفكشن، فانجل انفكشن، فايرال انفكشن. يعني انا لو جالي اي انفكشن وعملت الاثنين دول هيبقى عادي، هيقول لي ان في انفكشن وفي ميكروب، بس الميكروب ده ايه؟ فايروس؟ معرفش، بكتيريا؟ معرفش، فانجل؟ معرفش. عشان كده احنا بنقول ان دول نون سبيسيفيك، بيعملوا في اي حاجه. طب دكتور ليه لو عرفت؟ ما احنا بنقول، ما احنا لسه هنقول، ما انا قلت لك ان هو سبيسيفيك عشان متهيئ له غير في جديد كوزد باي ستريبتوكوكس بايزون فقط لا غير. ادي لو عملنا جرام ستيم من عينه من سواد من عينه بق هلاقي ايه عندي؟ اهو هلاقي ستريبتوكوكس ان بق ارنجد ان كي. زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت لما تكون الشريحه من سامبل هلاقي ايه؟ هلاقي الاورجانيزم معاه ايه؟ الحاجات اللي موجوده في السامبل. يعني والله لو خدتها من سيوطا هلاقي تيشو، خدتها من باص هلاقي باص سيلز. المهم ان انا ما بلقاش الاورجانيزم لوحده. يبقى دي ستريبتوكو، ينفع اقول ستريبتوكوكاين باص؟ ستريبتوكوكاين باص كده؟ ده انا عندي 60 نوع من ستريبتوكوكاين، ينفع اقول ستريبتوكوكاين ولا اقول ستريبتوكوكاس ايه؟ بايز. لازم اقول ستريبتوكوكاس بايزين. زي ما احنا قلنا التاس اوريا ليه؟ لان انا عندي فكالس وعندي ميم وعندي فيرجنس وعندي ادالاكتيا وعندي الاورا من 30 واحد اورا كلها عندكم في النقطه ده وش وانا في ذلك. فانا لازم اقول ايه؟ ستريبتوكوكاس بايزين ان باص. ما بيعملوش بايزين في الفرن، ما بيعملوش باص. حاجه ما تكونش الا معاها يا اوريا تستفيدوا يا اما بايزين في الاسترس خلاص؟ طيب هرجع العينه بتاعتي على بلاد واعمل ثاني يوم من البلاد فين؟ هتبان عندي ايه؟ هقول ستريبتوكوكاي ان كالتشر، مش هقدر اقول دي مين. خلاص؟ يبقى دي كالتشر ودي ستريبتوكوكاي بايزن ان بس. وطبعا الرينجد ان ايه؟ فين؟ ما ينفعش اقعد اقول جرام بوزيتيف كوكاي، خلاص احنا عدينا المرحله دي. جرام بوزيتيف كوكاي دي كانت في الترم الاول، المره دي انا لازم اسمي الاورجانيزم باسمه. طيب لما اجي اجمع البلاد قلنا هتعمل ايه؟ في فورماليتي زي مين الاسبوع اللي فات؟ تاك اوري. يبقى انا لما يجي لي طبق
كومبليت هيموليسيس او فيتا هيموليسيس، يقول لي مين هم الاورجانيزم اللي بيعملوا على الطبق ده الاكسبت ده. عندي حاجتين سب ايريس ريزوليتات وستريكت كوستا سايز للاسبوع، يبقى انا عندي تو اورجانيزم. خلاص لو جاي الطبق كده لوحده انا مش عارف مين اللي عمل ده، دي تو وعامله كومبليت هيموليسيس، يبقى انا ممكن يكون دي او ممكن تكون دي. طب ازاي افرق بينهم؟ حد يعرف افرق بين اللي دي التا او الستريكت ازاي؟ انا من على الطبق كده في تيست هعمله هيعرفني دي ستريس او دي ستريس. حد يعرف؟ ايه؟ في تيست هعمله عشان افرق بين الستريس والستاف اللي عاملين دي كاميرتز على البلاط. فكر يا سعفان. كاتاليز تيست. ازاي افرق بين الاثنين؟ هعمل كاتاليسيس هيبقى بوزيتيف في الاستاك ونيجاتيف في الاستريكت، ودي اول كلمه عندكم في النظر شرح الاستريكت كده كاتاليز نيجاتيف اورجانيزم، دي اول حاجه. يبقى هاخد الفايتيت بينهم بالكاتاليسيس هيبقى بوزيتيف في الاستاك كلهم ونيجاتيف مع الاستريكت. طيب قلنا لو احنا عندنا انجيزي هنعمل بلوكر اللي احنا كنا خدناه قبل كده، هاخد بلاك سامبل 5 سم ل 10 على حسب الايد بتاع الشخص تمام، واحطهم في البوتل دي اسمها بلاك بريشر بوتل. البوتل دي فيها نيوتريتيف سبستانس، باخد العينه اندر كومبليت افكتيف كونديشن يعني سرنجه نظيفه، بمسح بعمل انتي سيبتيك للسكن، اسحبها واحده وفضيها في الازازه تمام، وبعد كده اشيل البوتل دي في الحضانه واجي كل يوم اعمل انسبكشن للبوتل، بشوف كده بص البوتل في الدي لايت اذا لقيتها كلير برجعها الحضانه تاني، ولما بدور على ايه؟ ام لوكينج فور تربيتي، جاست ان هي بقت تربت يبقى حصل دروب، احنا المفروض الدم بتاعنا كلير يعني ما عندناش ميكروب عايز في بلاد، فكل ان هو يبقى كلير معناه ان مفيش دروب، تربت يبقى بدا يبقى في دروب. طب افرض ان هو كلير لغايه 10 ايام انا هحتفظ بها على شهرين والعيال بقى ينص؟ لا، اولا هو بيبقى اندر تريتمنت اساسا من البدايه، دي حاجه. الحاجه الثانيه اكثر من 10 ايام بالكارد خلاص، بس بالريبورت الثاني بلاد بريشر نيجاتيف، ما بطلعش اكثر من 10 ايام. يبقى جاست ان هي توردت من اليوم الثاني للعاشر، في اي يوم افتح وازرع على بلاد اجار وابتدي ان انا اعمل ايدنتيفيكيشن بتاعتي. كلير لليوم العاشر بالكارد ويبقى بلاد بريشر نيجاتيف. طيب انا بيجي لي بقى بلاد بريشر باطل دي وبعدين يقول لي بقى يوزد فور دايجنوزيس اوف ايه؟ اني مريض تو ديزيز او ثري ديزيز او ايا كان. الثلاثه كوز بالستريبت كوكر فايس او الستريبت كوكر الكلمه. الاكيوت بكتيريا اندوكارديتس، سب اكيوت بكتيريا اندوكارديتس اند زيربرال سيبس. الثلاثه دول بيعملوا بكتيريا ودايجنوزد بالبلاد بريشر. يبقى انا اعرف ده اسمها ايه بلاد بريشر بوتل وايه الديزيز اللي انا بستعمل فيها بلاد بريشر بوتل دول. الثلاثه في الستريس طبعا، في طبعا ديزيز الثانيه بس ما لهوش علاقه بيه، هم دول الثلاثه دول. خلاص طيب البوست ستريس كوكال انفكشن ده كان اسم التست بتاعي ايه؟ انا مطلوب مني بقى اني انا اقعد اتكلم على البرنسز بتاع التست الثاني والكلام ده كله، انا عايز اعرف بس ان انا لما بوست ستريس كوكال انفكشن اعمل دايجنوزز بايه؟ بالاي اس او. الاي اس او يوز فور دايجنوزز اوف روماتيك فيفر. طيب انت اقول عشان تعبوك بالنظر ان ده دايجنوستيك اكتر من 200 يبقى ده اكتف انفكشن اقل؟ لا ده ممكن يبقى اكتف كلينيكال انفكشن يعني اخدتها من سنين ولا الكلام ده. خلاص يبقى انا اعرف دايجنوستيك اكتر من 200 توب يونت. ازاي اعمل دايجنوستيك للروماتيك فيفر؟ عن طريق الاي اس او. الاي اس او ده سبيسيفيك تيست عشان مش هيعلى غير الديزيز اللي كوز بالستريبت كوكس بايز تمام. التنين اللي هم السي ار بي والاي اس ار بنقول عليهم نون سبيسيفيك لان هم بيعلوا في اي انفكشن ولا بيديني اي ايديا ايه طبيعه الانفكشن ده ولا اسم الاورجانيزم تمام. ففي عندي سبيسيفيك ونون سبيسيفيك، تنين نون سبيسيفيك. خلاص تايب اوف انتي بودي رياكشن فور نولج كان توكسين نيوتراليزيشن او توكسين انت توكسين نيوتراليزيشن. خلاص طيب يبقى انا كده الستريبت كوكس بايزن
دي من مجموعة الايه؟ من ناحية الاكسجين ريكويرمنت. مجموعة الايه؟ تريبتوكوكس فايجن اللي احنا خلصناه دلوقتي من مجموعة ايه من ناحية الاكسجين ريكويرمنت؟ ايه؟ غلط. ها؟ ناحية ايه؟ ما انا عندي ايروبيك انيروبيك فاكولتيف انيروبيك اللي اول هي اللي ستريكت بايزن ايه؟ ها؟ ايه؟ لا مش بقى الواحد ايه مش عارفينها؟ ايروبيك انت قلت انا ما سمعتش انيروبيك بس والله ايروبيك بتعمل ايه على البلاد؟ لا انت لا ينقص بتعمل ايه على البلاد الستريكت بايزن؟ بتعمل ايه؟ بيتايموليسيس هفرق بينها وبين الستاف اوريوس ازاي؟ اللي قاعد جنب السيراميك ده هو في غيرك؟ واللي قدامك بس ما يصحى من النوم. هفرق بينها وبين الستاف ازاي؟ فوق بقى الستاف ايه؟ محمود ايه؟ خليل. خليل؟ طيب. هفرق بينها وبين الستريس؟ ده ايه؟ ده تيست اسمه ايه؟ تيست اسمه ايه؟ تاكو الستريبت على البلاد؟ تيست اسمه ايه؟ كاتاليز تيست. كاتاليز تيست. ازاي اشخص حالة انفيزف اندوكاردايت او انفيزف انفكشن بروديوس بالستريبت كوكس بايزو؟ حالة انفيزف العين عندها تبقى ايه؟ بلاد. عامل بيها بلاد ايه؟ بلاد كالشر. الديزيز اللي انا بشخص بيها البلاد كالشر ايه؟ اكيوت والصاب اكيوت بكتيريا اندوكاردايت والبيربيرال سيبسيس. تمام؟ ازاي اشخص حاله بوست ستريبت كوكال انفكشن؟ بايه؟ بالاكس او. بوست ستريبت كوكال انفكشن زي مين؟ روماتيك فيفر. طبعا الاسيد جلوميرو نفاتس ليها انفستيجيشن ثانيه. طيب لوكال انفكشن السم اللي عندها تبقى ايه؟ سؤال. طب ايه الارنجمنت بتاع الفوكاي بتاعت الستريس؟ ارنجد ان ايه؟ ها؟ ارنجد ان ايه؟ شين. يبقى دي المثال بتاع الايروبيك دي سهل مناسب ستريس فوكاي. وايه ايروبيك؟ ايه؟ ايروبيك. طيب نيجي على تاني الايروبيك احنا قسمناهم اكوردنج لفلوسز بيتا والفا ونو. تاني حاجه عندي مجموعه الالف اللي هما مين؟ فيردن ستريبت فيردن وستريبت هيمونيل. واحده كومنتال واحده باثوجين. الستريبت فيردن اللي هو ثاني حاجه البارشال ايموشن مجموعه البارشال ايموشن ودول ايروبيك برضه احنا ايروبيك ما خرجناش بره. جراندي ايه المورفولوجي بتاعها؟ هي جرام بوزيتيف فوكال ارينجد ان كين. عشان كده لما باجي اتكلم اعمل كومنت على البتاع دي اللي هي دي بقول ان دي سخينه ستريبت كوكاي انكالشر. انا ما اعرفش دي اللي هي البايزل ولا الفيردن. لكن لما تجيلي مع بعض لازم اقول بايزل. يبقى يا جرام بوكس كوكاي ارينج ان كين. لما اجي ازرعها على البلاد هتعملي بارشال هيمولي. وهنشوف البارشال هيمولي شكله ايه. هي نورمال كومنتال في الاطراف. تمام؟ بس كان ليد تو سب اكيوت بكتيريال كاردايت. دايجنوز باي بلاد كاش. ايه طبعا اكيد بتقول ايه اللي هيمسك من هنا لهنا توصل للهارت فال تو اكستراكت. واحد عنده اندرلاين ديزيز في الهارت يعني عنده مشكله في الهارت مثلا بس في ارتجاع او حاجه او حصل انفكشن وهو صغير. وطبعا انا ما عرفتش ان الصوت عنده في فيريدنس ولا لا. بروح جايه خالع السنان اوبن فيسن قد كده تروح جايه داخله من الموت على الاوبن فيسن دايركت على الهارت على الفالف اللي اوريدي تعبان يطلع على طول بقى روماتيك فيفر روماتيك هارت على طول. فالمفروض ان انا باخد هيستوري بعرف الشخص ده جاله وقاته صوت كتير ايه اديله حاجه بروفلاكتيك قبل على طول خاطر تمنع ان هي مايجريتنج تو ذا بلاد فيسلز عشان توصل عشان ما يبقاش جاي يطلع السنان حاجه قبلها وبعدين يجي له روماتيك هارت ديزيز. عندك مشكله في القلب في عندك مشكله في القلب في حاجه تعبت قبل كده هيستوري هيستوري العيال هيستوري ميديكال از هيستوري. تاخد هيستوري من العيان كويس تعرف تشخص تعرف مصر تعرف حتى لو عنده حكام اي حاجه انت هتعملها. طيب
وفي ميجا ليها مين؟ اللي هي ستريبتوكوكس نيمونيه اللي بتعمل مرض النيموني اللي هو الالتهاب الرئوي. ايه بقى المنفولد بتاعها؟ هي جرام بوزيتيف بيبلو سكار او سكار ارينجت انفير، يعني دي بتبقى 2 اما الفيرجن خير. خلاص؟ كابتيوليتد. طب ما هي هتجيب الفيرجن منين؟ لا تبتو. تمام؟ بيبان في الشيش. هنشوف شكله عامل ازاي. على البلاد بتعمل لي الفهيمولوس. يبقى انا ما بيجي لي طبعا عليه الفهيمولوسيس. انا مش عارف حتى اعرف ده مين غير لما العينه دي جايه منين والعينه دي جايه منين. يعني العينه الاورجانيزم ده جايه منها عينه. جاي من السيوبر. فيبقى ادينا ايديا ان دي ممكن تبقى نيمو وممكن تبقى فيرجن. ليه؟ لان وانا بطلع السيوبر باخد كل الاورجانيزم اللي موجوده في الشيست مع الاورال كافيتي. فانا ايه اللي عرفني دي فيرجن ولا نيمو؟ الدايجنوست اللي انا هعرفه. فلازم افرق ديفرنشيت بين الفيرجن والنيمو ببعض الستات. يبقى منهم مجموعه البارشال ايروبيك فيرجن دي كومنتال كلاسات، ولكن تقدر هي تعمل لي سب اكيد بارشال ديفرنشيت. هتروح على الاوبن بلاد فيسل وتروح على الفاست على طول، هو اوريدي تعبان. او ستريبت نيمونيه اللي هي اساسا باثوجينيك والباثوجينيتي بتاعتها نتيجه الكاب 2 ده بيجي في الام سي كيو. تمام؟ طيب ازاي اعمل ديفرنشيشن بينهم الاثنين؟ على البلاد عاملين بارشال هيمولسيس، افرق بين دي وبين دي ازاي؟ اول حاجه لما نيجي بقى ايه؟ احنا قلنا اللي هي الستريبت نيمونيه بتعمل نيمونيا. نيمونيا يعني التهاب رئوي. الشخص ايه بقى البيت الشعر اللي هيطلع من واحد عنده التهاب رئوي؟ هيكح. هيطلع لي ايه؟ سيوتم. فانا العينه بتاعتي هتبقى سيوتم. هاخد عينه السيوتم هفرد على السلايد واعمل جرام سين سيل. هشوف ايه بقى؟ هشوف المنظر ده. هلاقي جرام بوزيتيف في السكاي ارنجت ان بير اهم ثلاثه اهم. وحواليه كبسول. وشفت الكبسول ازاي بنجم الهولو اللي حواليهم ده. شايفين الفراغ اللي حواليهم ده الكبسول. زي يعني عرفتوا ان الكبسول دوت عندي سبيشال ستين ما بياخدش لون الجرام. عشان اشوفه لازم استعمل ستين اسمها كابسولار ستين. فانا لما الاقي كده وحواليهم هولو، الهولو ده الفيس او الكبسول اللي هم موجودين فيه مش واخد الستين. فيش واخده، سكاي واخده، بس الكبسول ما اخدش. فهم ديبلو كوكاي او جامبوزو كوكاي ان كبسول. يبقى دي لما تيجي اسمها نيمو كوكاي ان تيشو او سيوتال سان. فبس خلاص؟ طيب على البلاد بيجي لي طبق كده بقى تلاقي بقى كومبليت ولا بارشال؟ بارشال هيمولوسيس. ممكن يجي كده طبق كده ده بارشال هيمولوسيس. ايه لما الاورجانيزم اللي بتعمل البتاع ده؟ مين الاورجانيزم؟ اطلع من الستات. الفيرجن، ست فيرجن، والستريت نيمونيا اللي هي بتعمل نيمونيا. طب هاو كان اي ديفرنشيت بالستات اللي جايه دي؟ ثانية كانت ستاف اوريا في ستريبت فيرجن هم الكومبليت. دول بقى ستريبت. تو تايبس من ستريبت. ستريبت فيرجن، ستريبت نيمونيا. ستاف بره اه. ماشي؟ ايه هم بقى الستات اللي بفرق ما بين التو تايبس اوف ستريبت الباثوجينيك الكومنتر؟ اول حاجه في شوجر كومنتيشن اسمه انيولين. اللي كان في الستاف كان اسمه ايه؟ حتى فاكر؟ لا شوجر اسمه شوجر. شوجر كان اسمه ايه؟ مناير. هنا اسمه انيولين. طيب وفي تيست اسمه بايل سولوبيلتي. عارفين بايل يعني ايه؟ بايل عامل زي البايل اللي هي كريتد من الجول بلادر. حاجه فاست كده. فانا بشوف الفاست دي هتدوب ولا لا اسمه بايل سولوبيلتي. وفي حاجه اسمه اوبتيكال سنسيتيفيتي. والتيست الرابع اسمه كوالي رياكشن. وفي حاجه ثانيه اسمها انيمال باثوجينيتي. ده بفرق بين الاثنين بالحاجات دي ازاي؟ بجيب الانيولين ده شوجر وهزرع عليه الاورجانيزم اللي عامل بارشال هيمولسيس. ان عمل فرمنتيشن يبقى باثوجينيك ولا فرمنتال؟ باثوجينيك. تبقى مين؟ النمونيا. عشان دي اوريدي باثوجينيك. ما عملش يبقى دي الفيروس. طيب لو جيت زرعت اورجانيزم على دهون وفككها ده يبقى الباثوجينيك ولا الكومنسال؟ ها؟ ليه؟ مزرع ميكروب على دهون ويكسرها يفتتها ويدوبها.
ده باطوهينك ولا كومنسل؟ ها؟ غلط. الكومنسل اللي عايش معايا يكسرلي الدهون في المكان اللي هو فيه يبقى ده عادي؟ لا طبعا. هو الرف ده ايه؟ ده يبقى كده بيطلع انزايمز وبيطلع حاجات يبقى بيعمل لي باطوهيني، يعمل لي انفلاميشن بعد كده. يبقى ده الباطوهينك فور هي اللي هتكسرلي الدهون، يعني باي بروبابيلتي از بوزيتيف مع مين؟ مع النمونيا اللي هي النمونيا. وبدأ نيجاتيف مع مين؟ مع الفيريدر اللي هي موجوده في الصور دي في الفور. تمام؟ طيب هنا السكين سنسيتيفيتي ده، السكين ده عباره عن انتي بايوتيك، انتي بايوتيك عادي خالص. بس ده اللي بيعمل لي ديفرنشيشن بين الاثنين، انا بجيب الاورجانيزم اللي عامل لي بارتري موليسيس ده وازرعه على طبق بلاط عادي جدا وابدا احط السكين ده في النص. ما احنا ده انتي بايوتيك زي طبعا الانتي بايوتيك سنسيتيفيتي الكبير ده، بس ده ديسكواتيك بحطه. وشوف مين اللي سنسيتيف ومين اللي ريزيستنت. تمام؟ اللي سنسيتيف هي النمونيا والريزيستنت هي الفيروس. طب ده بتعمل ايه في داخل البايوجين؟ لا عشان دول بيعملوا بارتري موليسيس. البايوجين كومبليت. تمام؟ وخلصنا منها. احنا بس بنفرق بين اللي بيعملوا بارتري. طب وليه ما فيش كومنتال؟ ما هي الكومنتال هي الفيروس. ومش الفيريدنت بس، انت عندكم 30 نوع في المنسل مش عارفه الستريس نيوتنز ومش عارفه والاورايز ده كله في النظر. طيب بعد كده في عندي حاجه اسمها سوالينج رياكشن، ما حفظتش اسمه كبسول سوالينج رياكشن. يعني انا بجيب الكولن اللي عامله بارتي الهيمولايسيس دي وانا سبكت ان هي نيمو، المفروض ان نيمو الباطول دي بتاعها نتيجه ايه؟ باطوجينيستي الايه؟ الايه؟ كبسول. فروح ده حط عليه انتي كبسول، احنا اتفقنا ان انتي دي معناها ايه؟ انتي بودي اجينست الكبسول، احط نقطه كده على الكولوني دي، واطلع اخد السلايد بره تحت الميكروسكوب، الاقي ايه؟ الاقي الكبسول يحصل له سوالي، يعني بنزل في بعد كده، والميكروسكوب جوه. فعشان كده ده اسمه كبسول سوالي رياكشن. ده هيبقى بوزيتيف مع مين؟ مع اللي عنده كبسول. مين هي؟ مين؟ والثانية ما فيش كبسول فيبقى نيجاتيف. بعد كده في عندي حاجة اسمها انيمال باثوجينيستي، ان انا اخد الاورجانيزم واحقنه في انيمال واشوف مين اللي هيدي باثوجينيك افكت. طبعا مين هو اللي هيعمل باثولوجي والثانية مش هتعمل. يبقى دول خمسة ديفرنس ما بين اللي هم بيعملوا بارتل هيمولي. تمام؟ طيب يبقى انا كده عملنا ايه؟ اخدنا كام سايد من الستريس؟ لا طيب ايه هو اول نوع بقى؟ مجموعة اسمها ايه اول مجموعة؟ ايروبيك والثامل ايه؟ تيتا هيموليتيك اللي هما الستريس فوكس ايه؟ بايوتيك. دخلنا في ثاني مجموعة اللي هما بارشال هيموليتيك مين ومين؟ اللي مين؟ بايدن وايه؟ والستريس نمونيك. How to differentiate between them. أولا الفيريدنس تحت الميكروسكوب إيه المورفولوجي بتاعها؟ الفيريدنس تحت الميكروسكوب كين ترامبوزيتيك كوكاي أرينجد إن كين. أمال النيمو إيه؟ سير ترامبوزيتيك كوكاي كابسيوليتد وأرينجد إن بيرز. ده إحنا شايفين كده. طب الاثنين بيعملوا بارشال إيمولسيز. How can I differentiate؟ إيه من الستات بتاعتنا؟ ان يور فيرمنتيشن ويتش از بوزيتيف مع مين؟ والثانيه تبقى نيجاتيف. ثاني تيست باي سوليداريتي ويتش از بوزيتيف نيمو والثانيه تبقى نيجاتيف. بعدين اوبتوكيل هو السنسيف النيمو والفيرجنس لا، ومحدش لفت نظره ازاي تبقى الكومنتال تبقى ريزيستنت والباثوجينيك هي اللي تبقى سنسيف. ده رحمة بقى من عند ربنا عشان نقدر نستعمل السكين في العلاج. بعد كده في ايه؟ اللي هو كبسول سوالينج رياكشن مين هيبقى بوزيتيف؟ اللي هو النيمو والثانية نيجاتيف. وفي انيمال باثوجينيستي برضه هتبقى دي بوزيتيف والثانية تبقى نيجاتيف. يبقى دول اللي هو الديفرنس ما بين التو اللي هو انيمال باثوجينيستي ان انا احقنها في لابوراتوري انيمال. طيب نيجي على النوع الثالث اكوردنج تو ذا افكت على البلاد اللي هو الستريكت ايه؟ في الكال. واحنا قلنا الستريكت في الكال كومنتال فين؟ فين؟ الستريكت في الكال كومنتال فين؟ في الانتكس.
طيب ايه مشكلتها؟ هي موجوده في الانتستين وبتنزل في الاسطول وما فيش مشكله، ما هدي كومنت تمام. شكلها ايه؟ عباره عن برامبوزه الفقال الرينجد امبير. ايه ده شبه النيمو ده؟ بس لا لها كبسول ولا لها حاجه ولا بتبقى ضغط ولا بتبقى فيش ولا اي حاجه. طب ممكن يبقى لها رول ايه؟ ممكن هي لو مايجريتنج من الان وتروح على اليوريثرا تعمل يوريثراكت انفكشن زي الزفت سيفير. طيب ممكن تعمل تريكت بقى تتالف بقى في الكوميونتي از ايه بقى؟ از انديكيتور اوف فيتال ديلوشن فوتر. يعني ايه ده؟ حد يعرف الترجمه العربي بتاعت الكلام ده؟ انديكيتور از فيتال ديلوشن فوتر. يعني ايه الترجمه العربي للجمله دي؟ تلوث الميه. انديكيتور يعني علامه لتلوث الميه. يعني ايه ده؟ يعني ما بيكونش في قرى يقول لك الميه ملوثه، ما تشوف ملوثه دخلت عليها ميه المجاري. انا اعرف منين؟ اما اخد تاب ووتر واروح المعمل افصل التريب بكامل في التاب ووتر يبقى ده حصل كونتامينيشن للدرينكينج ووتر بالسويس. مين هما الحاجات اللي هناخدهم انديكيتور اوف فيكال بليوشن؟ دي اول واحده، لما تكون حاجه موجوده في الاسطول وتنزل في الاسطول والاكتب ووتر يبقى حصل كونتامينيشن للووتر، يبقى ده انديكيتور اوف فيكال بليوشن اوف ووتر، يبقى انا بستخدمها ككوميونتي انديكيتور. خلاص؟ طيب بتتزرع على الكلاس. طبعا في اورجانيزمات ثانيه هناخدها بس دي اول واحده. بتتزرع على الكلاس ليهم مولتي. ما فيش. اكسبت كول. تمام؟ طب انا مين اللي ما كان برضه بيتزرع قبل كده على البلاط ونوفو مولكيول؟ الاساس اللي هم مين بقى؟ اللي هم الكمنتال كده؟ طب انا لو جالي طبق مش عليهم مولكيول هفرق بين الاثنين ازاي؟ اعرف دي الساس ودي السريبت منين؟ كاتاليز برضه. يبقى الكاتاليز ده بيفرق لي عيله السريبت كلهم نيجاتيف والاساس كلهم بوزيتيف. بقى كومنسر مش كومنسر مش مشكلتي، بس دول بيقول لي ان انا في ستريس او دول ستريس. طيب ده شكل البلاط برضو نفس الحكايه، مفيش هتشتغل بس مش حاجه مزرعه كانت في الستريس بتاع البلاط. تمام؟ معرفش انا عامله تيبل للديسكورس اللي ما اعتقدش ان انا عملت تيبل. طيب ادي بقى ايه لو ده طبق بس ممكن يبقى جاي ثلاثه انتوا عندكم طبق معمول الفا بيتا جاما في العمل. فدول الثلاثه طلعت في هومولوجيز، ادي البيتا وادي الالفا وادي الجاما اللي هو نو هيمولسيس. تمام؟ ممكن بقى ان انتوا تعملوا بقى التيبل الديفرنس ما بين الفيرجنس والنيمو از انا اسايمنت واشوف الاسبوع الجاي ان شاء الله. بين التو تايب اوف اللي هم الاستريكت اللي بيعملوا لي بارشال هيمولسيس. فانا قلت في تستات بفرق بينهم، اعملوا لي تيبل كده اسماء التستات من البروفيتيف من النيجاتيف وده اسايمنت. هو عندك في الكتاب. بس ما بين النيمو النيمو والفيرجن. ايوه انتوا بقى يعني كملوه بقى خلاص زودوا بقى كلمتين. انا في تقريبا اربع اماكن تكتب اورنج كتاب كده بيج كان في عندكم ستريس فيرجنس ونيمو. تمام؟ اهو مكتوب اهو. بعدين دوكوا بقى تكتبوا لي اسامي الستات اذا سمحتوا زي حضرتك نعملها. يعني اسم التست وده بوزيتيف ما ينفعش بقى تجيبوا لي البتاع كده من غير ما اعرف ده اسم التست ولا يعني ما ينفعش بوزيتيف ونيجاتيف احنا مش صغيرين. فاسامي التستات كتب. تمام؟ والديفرنس بينهم وبين بعض. خلاص؟ يبقى احنا خدنا النهارده ايه؟ بس موجوده في الدكتور. لا موجوده. كله موجود عندك في الدكتور. خدنا ايه النهارده؟ الاستريس. خدنا ايه؟ اكونت اوف تايب اوف هيمولايسيس. اخدنا ايه؟ كومبليت وايه؟ بارشال وايه؟ ونو هيمولايسيس او جاما هيمولايسيس. عايزين تقولوا الفا وبيتا وجاما اتس اوكي، كومبليت بارشال نو اتس اوكي. بس انا اكون عارف كومبليت هيمولايسيس مين ومين وافرق بينهم ازاي؟ بارشال مين ومين وافرق بينهم ازاي؟ نو مين ومين وافرق بينهم ازاي؟ خلاص؟ اه وافرق بينهم ازاي؟ بالتاسع. تمام؟ خلاص؟ طيب مين بقى اللي اخد الكتاب وعايز يصححه؟ مين اللي حل لا قدر الله؟ استنوا معانا دي بس الاسماء الاول بعد اذنكم.
بعد كده عايزين نفتح لك الكتاب. ما فيك بقى خد بقى مني لو سمحت. خليكوا عايزين يا دكاترة بعد اذنكم لو سمحتوا. هو النهاردة لونا مجدة مجدة أحمد أي لأي تنايم يا لأي بضحى بعد كده لنا ده هو المرة الجاية شكرا بأبسل مها أحمد خلود عماد مها محمد منار ياسر منار ياسين محمود محمد عبد الفتاح مالك خالد عليوة محمود عبده محمود سقة خالد رمضان خالد خالد السعيد خالد السعيد خالد علي خالد خالد ايه حسين حسن خالد عاطف طيب محمود السيد ناني ناني محمد نجيرة صامدي انجي رنا في حد انفكشن تاني حاضر دكاترة الاسبوع الجاي ان شاء الله كله هيتسال وهعلم على الاسماء ها الناس اللي قاعده الاسبوع ده ايوه صحصح معايا الاسبوع الجاي وفي انت في الفراوه تمام يعني حاول تطلع بره الفراوه دي شويه تيجي معايا كده لا مش انا بس اسمعك كده خلاص 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 دكتور حضرتك بتطلع على الفلوس ولا ايه؟ مع الشغل الجديد؟ طيب انا عايز بس عشان افكر حضرتك الاسبوع الجاي عشان لما انا عندي مشكله في الاجابه انا فاكر بس واجيبها